لما كنت الحائر قريت لابن قتيبة كلام عن دعاء ينسبه إلى موسى عليه السلام، يقول: اللهم لك الحمد وأنت المستعان وعليك التكلان وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الدعاء سبحان الله كان له سر، لما الإنسان يقرأ وهو في ضيق أو كربة أو شدة يشعر بقرب الله سبحانه وتعالى. فأنا حقيقة تعلمت من موسى الدعاء، الدعاء الذي يكون خاشع وحاضر وواثق، أيضا واثق بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تقول حتى قبل أن تنطق به، وأن الله سبحانه وتعالى يجيبه أو يعطيك ما هو أفضل وأكمل منه، يعني مما هو في غيبه. سبحان الله موسى حتى قبل النبوة يعني شخصية ملهمة ومعلمة، يعني في العاصمة في المدينة اللي هي ممفيس أو منف أو قريب من الجيزة بدرشين، هالمنطقة ذي الصقارة زي ما يقول المصريين، في المدينة يخرج فيقتل القبطي. هنا قبل النبوة يشعر بالخطأ ويسميه خطأ: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يعني هنا الخطأ ليس عصيا على رحمة الله ومغفرته، فندم. هنا موسى فعل، لأنه ليس دعاؤه بعيد عن العمل، لا، هو يعمل ويدعو في نفس الوقت، يعني السبب والدعاء معا، فحصل عنده الندم والأسف والتوبة، وفي نفس الوقت نطق وتأله لله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: ربي إني ظلمت نفسي. قال الله سبحانه وتعالى: فغفر له. الفاء هذه يقولون هي فاء التعقيب، يعني فورا غفر الله له. هل موسى علم بذلك؟ كيف علم؟ قد يكون علم يعني بالراحة اللي وجدها في نفسه بثقته بالله، وقد يكون لم يعلم، ولكن الله أخبرنا أنه غفر له. والأقرب أن موسى أدرك وعلم، ولذلك قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهذه كلمة ثانية أيضا أنا أجد فيها معنى الدعاء، يعني هو الآن أقولك القتل هذا أحدث تغيير في حياة موسى. الآن موسى قال بعد الآن وبعد اللي حدث: لن أقف في صف ظالم أو مجرم، اللي هم الفراعنة، لأنه يعني يقصد فرعون وقصر فرعون وأعمال فرعون وولايات فرعون، لن أكون قريبا منها، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا عبارة عن وعد، وفيه التماس من الله سبحانه إن الله يساعد على ذلك. ولذلك أكاد أجزم إنه في تلك الليلة اللي قال فيها الدعاء هذا إنه ما ذهب إلى قصر فرعون كما هي العادة، ما نام في القصر، يمكن نام في بيت أمه أو في أي مكان آخر، لأنه خلاص وعد مقطوع. موسى رجل جاد وحاد وصارم، اتخذ قرار أنه لن يكون ظهير أو مساند أو مساعد للمجرمين، هذا قرار غير عادي، يعني سأكون في صف الضعيف والمسكين والمحتاج والفقير والمظلوم يعني. طيب بعدين لما أخبر بأن الملأ يأتمرون به، هناك مؤامرة لقتلك، فاخرج إني لك من الناصحين. قال الله سبحانه: فخرج منها، يعني من المدينة، خائفا يترقب. إذن هو فعل العمل الذي ينبغي أن يفعله مثله، أن يفعله مثله، يعني خرج وخائف ويترقب ويحسب خطواته، وترك المدينة ونفذ الأمر فورا. وفي ذات الوقت تأتي قصة الدعاء: ربي نجني من القوم الظالمين. حينما تكون خائف من أحد ظالم، قد يكون هذا الظالم مدجج بأحدث التقنيات والقدرات والحراسة إلى آخره، ولكن هنا دعاء الله سبحانه وتعالى: ربي نجني من القوم الظالمين. لاحظ هذا أيضا لم يكن نبيا، ولذلك لما قابل الرجل الصالح قال له الرجل الصالح: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى نفذ له وحقق له ما دعا وما تمنى. شوف كلمة واحدة، لكن كان موسى صادق كل الصدق، واثق كل الثقة. المرة الثالثة طيب خرج إلى أين يذهب؟ توجه تلقاء مدين، معناه أن عنده قرار، وقرار مدروس باختيار هذه المدينة، ومع ذلك يأتي دور الدعاء. قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. شوف الدعاء،
دعاء الفقير المتضرع المحتاج، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ما عنده وقت للضياع، هو مطلوب والمسافة بعيدة والخطر شديد. طبعا المسافة ما بين مصر أو ما بين الجيزة مثلا أو منفيس وما بين مدين يعني حسبوها بعضهم حوالي 1400 كيلومتر، وقضاها موسى بعضهم يقول 10 أيام بعضهم يقول في أكثر من 40 يوما، حتى الحذاء بعضهم يقول كان حافيا، ما معه أي شيء، معه الله، إن معي ربي. فلذلك لما دعا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، الطريق المباشر اللي ما فيه لا يمين ولا شمال. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولما ورد ماء مدين، يعني لأنه دعا وصدق الله سبحانه وتعالى هداه إلى الماء، الماء خلاص هو مركز المدينة، فوصل إلى المدينة، وصل إلى الماء بذاته. طيب في هذا الماء ما كان عنده شيء، مدينة لا يعرفها، احتمال أنه لغتهم معروفة لديه، لكن ما سوى ذلك لا قريب ولا أحد ولا شيء. ولذلك دعا وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف الكلمات هذه، شوف العبارات، المفردات مختارة بعناية. هكذا يعني أتعلم من موسى يعني كيف يدعو الإنسان، كيف ينكسر لله. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كان جائع عطشان، لا لأنه الماء عنده، يعني كان خائف، كان يعني بردان أو حران في الأصح، لأنه أو إلى الظل، ما عنده سكن، ما عنده أهل، ما عنده عمل، حتى المستقبل غير واضح بالنسبة له. فهذه الدعوة شوف كيف ثمرتها أول شيء الزوجة، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. الثمرة الثانية عقد عمل لمدة 10 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك. الثمرة الثالثة سكن، لأنه ضمن العمل هذا أنه سوف يسكن. والثمرة الرابعة استقرار، بدأ يحدد المستقبل بالنسبة له، أنه الآن الأمور يعني إلى حد ما اتضحت بشكل جلي. وأكبر من ذلك كله قصة الأمن من القوم الظالمين، لأنه أمن، لأن المنطقة ذي لم تكن تحت سلطة الفراعنة، فلما دخلها موسى واستقر خلاص لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. سبحان الله، بعد هذا المدة كلها خرج موسى عليه السلام وفي الصحراء مع أهله، هنا أيضا حصل له بعض الضياع، فأين يذهب إلا إلى ملجأه إلى الله سبحانه وتعالى الذي كلما ضاقت الأمور وسعها بفضله ورحمته. فلما ضيع الطريق وكان برد شديد قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها، لعل هذا تمني وترجي، وهو يحمل معنى الدعاء بقبس أو أجد على النار هدى. سبحان الله، شوف كان يتمنى فقط هدى يدل على الطريق بالضبط وين يرجع لمصر، لكن رب سبحانه كان يدخر له شيء أكبر وأعظم، أن الله تعالى أعطاه الهداية، أن الله جعله الوحيد من الأنبياء الذي كلمه ربه سبحانه كفاحا وسمع اسمه مباشرة من الله عز وجل، وجعله هادي لأمة كاملة من الناس ومخرج لهم من الظلمات إلى النور، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. سبحان الله، على النقيض بعد دعوته فرعون طبعا رفض الدعوة وأيس موسى منه، فدعا ومعه أخو هارون، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله سبحانه وتعالى قد أجيبت دعوتكما، حتى الدعاء على الظالم الذي يعني يؤس من هدايته، قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما. فلما قرأ موسى عليه السلام اطمس على أموالهم،
يقال أنه كان عندهم أموال نقد، وليس فقط أنه المصريين ذاك الوقت كانوا يتعاملوا بالمقايضة، يعني سلعة بسلعة، لا، عندهم نقود. ولذلك في قصة يوسف عليه السلام قال وشروه بثمن بخس، إيش؟ دراهم معدودة. إذن عندهم دراهم وعندهم دنانير وعندهم عملة معينة. فيقول العلماء أن هذه العملة أنه تم الطمس عليها بحيث أنها تحولت إلى ما يشبه الحجارة، ولم تعد نافعة للتعاطي والبيع والشراء. قد أجيبت دعوتكما. وكذلك يعني مصير فرعون وفق ما دعا به موسى عليه الصلاة والسلام. هنا تلاحظ يعني موسى قبل النبوة وموسى بعد النبوة، عنده إيمان بالله وتلقى هداية من أسرته، من والديه، ممن حوله، بحيث يعرف الله سبحانه ويحب الله ويؤمن بالله ويلجأ إلى الله تعالى في الشدائد. وكم من إنسان يواجه مثل ما يواجه موسى. ولذلك سبحان الله أنا حبيت موسى من أشياء كثيرة منها هذه، وتعرفت إلى الله أكثر من خلال قصة موسى، وحبيت القرآن إن شاء الله كلنا نحبه، لكن أيضا السور التي يعني طولت في قصة موسى مثل سورة الأعراف، مثل سورة طه تقريبا كلها في موسى، مثل سورة القصص تقريبا أيضا كلها في موسى. فيها يعني الإنسان لما يقرأها شاب أو فتاة ويتخيل تفاصيل القصة ذي، يعني يحس أنه يعيش في جو. ولذلك موسى يعلمنا ليس فقط الدعاء، وإنما يعلمنا الصحبة مع الله. اللهم أنت الصاحب في السفر، هو في سفره سواء في مصر أو في سيناء أو في مدين أو في رجوعه كان يشعر بصحبة الله سبحانه وتعالى له، ويناديه ويناجيه دعاء المستغيث المنكسر المؤمن برحمته بقدرته بقوته بفضله بعطائه. والله سبحانه وتعالى لم يكن يخيب دعوة موسى أبدا، ولا دعوة الصالحين والصادقين. في مرة وحيدة الله سبحانه وتعالى ما استجاب دعاء موسى، ما هي؟ حينما قال موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه وكلمه ربه فطمع بالرؤية، سمع الصوت فطمع بالرؤية، فقال ربي أرني أنظر إليك، انظر الطموح يعني. فالله سبحانه وتعالى قال له لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انهار الجبل وتفتت، وموسى عليه السلام خر صعقا في هذه الحالة، أغمي عليه. ولما أفاق استغفر وقال لا إله إلا أنت سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا موسى يعلمنا الطموح في الدعاء. ولذلك هذا الشيء الذي تمناه موسى ورجاه لم يحدث له في الدنيا، ولكنه يحدث له ولكل الناس اللي قلوبهم مربوطة بربهم في الدار الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من قبس النور وذكر الطور وهديك يا موسى يتجلى الدرب يزيد الحب ويلقى القلب هنا أنسى. من قبس النور وذكر الطور وهديك يا موسى يتجلى الدرب يزيد الحب ويلقى القلب هنا أنسى. علمني حتى لا أنسى، علمني حتى لا أنسى، علمني الصبر أخوض البحر أنير الليل إذا أمسى، علمني الصبر أخوض البحر أنير الليل علمني حتى لا أنسى. فاضرب بعصاك تشع خطاك أسير وراك إلى المرسى، فاضرب بعصاك تشع خطاك
أسير وراك إلى المرسى. علمني الصبر أخوض البحر أنير الليل إذا أمسى. علمني